الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، السلام عليكم ورحمة الله يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك ولفريق العمل ولمشاهديك الكرام في كل مكان. حكاية يعني احنا لا مش أول مرة نشوف المأساة ديت، ناس بتقنع ناس انه في جن وانه عندهم القدرة على إخراج الجن وانه الجن موجود، نقول لهم ايه؟ الحمد لله يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، قولا واحدا نقول: تلبس الجن بالإنسان لا أساس له، لا من الدين ولا من العلم، وكل ما هو متداول مجموعة من الخيالات للأسف الشديد، وكل من يدعي إخراج الجن من جسد الإنسان كاذب ومرتزق ومضلل. ليس للجن على الإنسان سلطان. اقرأ معي يا أستاذ عمرو قول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. المجتمع اللي احنا بنعيش فيه مجتمع الخرافة فيه تكسب، لأن الخطاب الديني ظل بيعمل عملية مهادنة مع الواقع. دور العالم إذا ذهب إلى منطقة معينة سواء شعبية ولا راقية إنه يأخذ بيد الناس ويرفع مستوى الوعي، لكن للأسف ده ما بيأكلش عيش. الهجمة الشرسة اللي بيواجه بيها من طيور الظلام بتقول والله أركن جنب الحيط. خلينا أقول لك إن هذا ميراث من الفكر الخرافي، وأول من تصدى للفكر الخرافي في بيئة الإسلام كان نبي الإسلام. هديك مثال بسيط. فضل فضل. لما كسفت الشمس على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ظاهرة علمية، بعض الصحابة أشاع أن الشمس لم تخرج لأن ابن النبي قد مات، فهي حزينة ولن تخرج اليوم وكأنها تعتذر عن أن تشرق. انظر إلى المعلم الأول، انظر إلى صاحب الرسالة، انظر إلى رسول الله صعد المنبر وقام بوعد الخرافة في مهدها وقال: أيها الناس اعلموا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. أنا بعتبر أن ده ميلاد لوعد الفكر الخرافي. مجتمعنا بعض رجال الدين للأسف الشديد سواء منتسبين ولا غير منتسبين، بعض رجال الدين في كل الأديان، الكل بيشتغل على إن الجن بيخترق جسد الإنسان. ليه يا جماعة؟ قالوا أصله سلطة. طيب خد المعلومة دي. ثبت علميا من كتاب ربنا أنك أنت يا أستاذ عمرو أديب أقوى من الجن. سيدنا سليمان لما حب يستدعي عرش بلقيس قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. شوف الجمال. قال الذي عنده علم من الكتاب، رجل مؤمن محترم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهنا خلينا نقول حاجة مهمة، أن الجن خلق من خلق الله. ده بالعكس، ده الإيمان بيهم ما بيصلش لدرجة العقيدة زي إيماننا بالملائكة، لأن ربنا أثبت أن الجن موجودين في القرآن واتكلم عنهم. لكن أتحدى على الهواء مباشرة أي عالم أو أي مدعي يطلع النهاردة ويثبت أن الجن يلتبس بالإنسان. مستحيل قولا واحدا. وخلينا أفكرك بإمامنا الشيخ الغزالي: قال: عجبا لكم معاشر المسلمين، لم أرى في حياتي أجنبيا، أنا مش لقي ألماني ولا هولندي بيعاني. ليه المعاناة عندنا وإحنا اللي بنقول إحنا أصحاب الرسالة وأصحاب الدين؟ فشيء عجيب. أنا أتعجب وأتعجب أكثر. أحد الفضائيات جابت بعض الشباب في حملة، خلينا أقولها لحضرتك، لجمع الأعمال من القبور. على فكرة بعلم الدولة وبعلم كل الأجهزة، إيه يلا نجمع الأعمال السحر، وتلاقي الدنيا مقلوبة والقرية تخرج. بيقول لك علشان ما يبقاش في أعمال في القبور يعني ونبطلها. تخيل. ونيجي بقى نفرد لهم على الشاشات والكلام اللي احنا عارفينه، وبتشوف حضرتك ما زلنا نقول أننا إن لم نصدع بكلمة الحق ونعلنها قولا واحدا كما قلت لحضرتك، نحن نشعر بحالة من حالات التردد في المعالجة. بمعنى إيه؟
بمعنى هي الموسيقى حلال ولا حرام؟ فيسكت. فأنت تحب أم كلثوم وتسمعها ووجدانك بيرتقي، لكن هو منيمك على إنك بتعمل حاجة حرام. الجن بيلبس الإنسان ولا ما بيلبسوش؟ الدهماء والعامة بيقولوا إنه بيلبسوا، يبقى بيلبسوا خلاص، يبقى محدش يتكلم. طول ما صوت، أنا دايما أقول أقرب مسجد لكل المدعين، يعني جالي شاب مرة قال لي ده أنا بعالج وبخرج وبعمل الكلام ده، أنا كان حكمي عليه يجب معاقبة إمام المسجد اللي في الدائرة دي. ليه؟ طبعا. لأنه قصر في أن تكون له الكلمة العليا، لأنه صاحب التخصص. ولكن للأسف الشديد هذا من الفكر الخرافي الظلامي الذي ينفق عليه ملايين ملايين الجنيهات، بل إن شئت فقل ملايين الدولارات. خلينا أقول لك إن بنت من بناتنا قريب قالت لي إن فلان بيجي يعالجها، طب بيعالج بيعمل إيه؟ قالت لي بيخرج الجن، بس شرط إن لا جوزي ولا أبويا يبقوا معايا. طب ليه يا بنت؟ يا نهار اسود. قالت لي للأسف أنا هعترف لك إنه اعتدى عليا، وأنا خايفة قومه، لأني قال لي مش أنا اللي معاكي، ده الجن هو اللي عايز يعمل ده ويطلع. أقول لك وأنا إمام لجامع الخزندرة بحي من أعرق الأحياء في القاهرة، حي شبرا، كان اللي جاي أنا يا ملبوسة يا مش عارف إيه، دخلت امرأة إلى المكتب في المسجد تستأذن، فلسه هتتكلم، قلت لها تقولي لي عندي عفريت وعايزة أطلعه، وابتسمت. قالت لي لا يا مولانا، أنا كنت متزوجة من الجن وبقاله شهرين ما قاطعني وكأنه طلقني وعايزك ترجعه تاني. نحن نشعر بحالة للأسف من التردي الفكري. وطلعها شفوي ولا تحريري؟ ده خلينا بقى ندخل في القضاء. وعلى فكرة جزء من غيبوبة الأمة إن احنا نختلف على هذا، لأن ربنا لما نزل الدين قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالسعادة الحقيقية إيه؟ ان انا احقق المصالح العليا لبني الانسان. أيوة. شيخ ابراهيم، ايه هو الجن؟ تفضل. يعني الجن تفضل. ايه هو الجن؟ الجن اجسام ناريه خلقت من النار، قال عنها الله انها قادره على التشكل باشكال حسنه وقبيحه تختلف عن الملائكه، بمعنى ان الجن منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المجرم المذنب. لا يعني يعني بيتشكل، يعني انا ممكن اشوفه تشكله، بمعنى انه قد يكون ممن استجاب للدعوه وامن بالرساله، زي ما عرض على حضره النبي قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. وقد يكون يعني يجري على الجن ما يجري على بني آدم، هم أشبه الخلق بينا، يأكلون يشربون يتناكحون يتلاثون، إنما ما بنشوفهمش. مستحيل. مستحيل. ولم يأتي القرآن لكي يؤكد، والقرآن بكل آياته لم يعني يقر ان الجن ممكن يخترق جسم الإنسان، ده من المستحيلات للأسف الشديد. ولكن قضية لا تعالج، هي قضية تحت الرماد، هي قضية لا أحد يقترب منها. خلينا أقول لك أن بعض المشاهير اللي كان بيقول لك أن الحتة دي احترقت والجن اللي عملوا الكلام ده، لما جينا نواجهه في بعض الفضائيات يعني كان يقول لك يعني أنتوا للأسف الشديد مش قادرين تفهموا أن دي ملكة خاصة. أي ملكة هذه سيدي العزيز؟ أي ملكة؟ لا لا. وبعدين اكتشفنا بعد كده بقى ان ده كان بيتعمل علشان يهجروا الناس من بيوتها، عشان كانوا عايزين ياخدوا اثار، يعني طلع وراها عمليات كبيره يعني بعد كده. وده اللي انا اعلنته قبل، والله انا اعلنته، قلت ايه؟ قلت ان هذا بغرض التربح. فالراجل قال لي انا ساقاضيك، قلت له اهلا بك وسهلا، ما عنديش مشكله. فاحنا هنا للاسف صوت الباطل ما زال مرتفع. الجن لا يمكن أن يخترق جسد الإنسان. إحنا للأسف الشديد لا نعترف بدور الطب النفسي وبدور بعض الأمراض النفسية. يقول لك إيه؟ أصل الصب يختلف، أصل درجة التون مش عارف إيه. يا جماعة سبحان الله، أعقد شيء في الكون هي النفس البشرية، فبتعتريها الأمراض. وسيدنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم تداووا، شوف الجمال، تداووا عباد الله، فما من داء إلا وخلق الله له دواء. لكن فكرة أبعث مراتي لدجال، ده سيدنا النبي عليه، من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
فما بالنا بقى ان احنا بنسلم ستاتنا ولا بناتنا بدعوة ان الرجل ده هو المعالج. اي علاج؟ اي علاج يا جماعة؟ يعني سبحانك يا رب. دفعت الثمن بحياتها والأسرة كلها اتدمرت. بس هي ضحية يا أستاذ عمرو. طبعا طبعا. هي ضحية زوج لم يفهم، وهي ضحية مجتمع للأسف غير منصف. لأن المجتمع لو منصف دعم الدولة، أنا بدعو من خلال منبر حضرتك يا أستاذ عمرو، دعم الدولة مش إنك تديني 5 كيلو سكر و2 كيلو زيت. أرجوك أنا محتاج لك، أبقى في ذمتك إنك ترعاني فكريا، إنك ترعاني علميا، إنك ترعاني وجدانيا. من حقي أخذ خطاب ديني مدعوم، بس بشرط يبقى خطاب ديني ينطلق من كتاب الله وصحيح طبعًا السنة الثابتة طبعًا عن رسول الله طبعًا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الشيخ إبراهيم رضا، هذه مداخلة قيمة جدا.